كنتم السلام عليكم ورحمة الله، طابت أوقاتكم بالخير. إليكم قراءة لصحافة الخرطوم الصادرة اليوم، أبرز عناوينها بدءا بصحيفة الانتباه. اجتماع ثاني بين البرهان وحمدوك لحل الاحتقان بالسيادي. مناوي ثغرات واسعة يمكن استغلالها للانقلاب. جعفر حسن اللجنة الفنية بالتغيير، كلام فارغ يصنعه بعض الانقلابيين. وأيضا بالصفحة الأولى ضبط 16,000 كتاب أساس بمخزن في أم درمان. بداخل الصحيفة، القبض على وزير سابق بكسلة، إكمال التحقيق في أحداث قدير والعباسية بجنوب كردفان، صعود أسعار العملات بالسوق الموازية. ومع الأحداث، عضو مجلس الشركاء رئيس مسار الوسط التمهجو للانتباه الحقيقة المرة أن مجموعة من الناشطين والانتهازيين والنفعيين تدير شأن الشعب. لقاء البرهان وحمدوك، هل ينزع فتيل الأزمة؟ ومع الحدث، خط هيثرو تفاصيل اتهامات خطيرة. نوصل تقليدنا لصفحاتها. تحقيق بصحيفة الانتباه، بسبب صراع عسكريين والمدنيين الأزمة الاقتصادية حد الاختناق. وإلى آخرتها، يكتب إسحاق أحمد فضل الله وإن عاد القطار، محمد عبد الماجد نشيل من العسكر ونسلم العسكر. هذه هي الانتباه، ومنها إلى صحيفة الوطن. مناوي الأزمة داخل الحرية والتغيير وليس بينها والعسكر. الطاقة تطمن المواطنين على توفر وانسياب الوقود. الحرية والتغيير سحب القوات من إزالة التمكين ردة للخلف. حمدوك يبحث مع المبعوث الفرنسي الخاص دعم عملية الانتقال والتحول الديمقراطي بالسودان والقضايا الإقليمية. أما بالداخل، خبير يجب إجراء تعديلات في مجلسي السيادة والوزراء وإبعاد العناصر التي أججت الصراع. فتق الواك في الخرطوم، مجلس الطفولة يطالب بإنشاء مرصد إحصائي لحماية حقوق كل الأطفال. آلية مشتركة لإصلاح الخدمة المدنية بالدولة. أما صفحة تقارير الوطن، انعدام كتب صفوف بمرحلة الأساس قضية مهمة في خضم صراع سياسي للحكومة. الخلافات بين المكونين العسكري والمدني، الخروج إلى العلن، تدفق الثوار إلى مقر لجنة التفكيك، تجهيز الملعب للمعركة وموضع جديد للأزمة. مآلات الأوضاع، هل تفضي إلى تكوين حكومة تكنوقراط؟ تحذيرات للشباب من انجراف وراء مخططات أجنبية تجاه المجتمع والبلاد. صفحة الاقتصاد، التجارة تكشف عن امتلاك احتياطي كافي من الدقيق. تطبيق التقانات الفرنسية الجديدة بمشروعي الجزيرة والمناجل. انطلاق فعالية الاحتفال باليوم العربي للزراعة. ونواصل بذات الصحيفة، صحيفة الوطن. بصفحة الرياضة، الهلال يوقف هيمنة الأحمر وغارزيتو يفشل في كسر رقم الحظ 13. عقب اعتذار مصر واختيار المغرب، تغيير ملعب لقاء السودان وغينيا من أكادير إلى مراكش. بالأخيرة، محمد كامل يكتب الشركاء والصراع النفوذ. الحسين إسماعيل أبو جنة بعيدا عن المهاترات قريبا من التنازلات. أخبار اليوم جاء في صدر عناوينها، بعد الاتفاق بين الكباش والترك استئناف صادر النفط من ميناء بشائر. محكمة الاستئناف تؤيد إعدام ضابط بدعم السريع أدين بقتل متظاهر. يكتب عاصم البلال الطيب، انتقاليتنا بين الرقصتين زاد الخير السودانية بالإماراتية. وبالداخل، يكتب محمد عبد القادر الانقلاب الأبيض. وفد الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية يزور السودان مطلع الأسبوع القادم.
وقت من الصحي يبدأ في توفير الأجهزة التشخيصية بالولايات المختلفة بالتنسيق مع شركاء التأمين الصحي لتقليل حالات الإحالة للخرطوم. ما زلنا نقلب صفحات أخبار اليوم. بأخيرتها يكتب صلاح حبيب شيخ مودرن يسمى الشيخ الأمين. مصطفى أبو العزايم شكرا الإمارات، شكرا محمد بن راشد، يسرية محمد الحسن رجال ونساء ثورة ديسمبر المجيدة. من أخبار اليوم إلى صحيفة السوداني. إعادة جدول الديون السوداني إلى 16 عام. الأمم المتحدة تدعو شركاء الانتقال لوقف التصعيد والتراشق الإعلامي. مناع لن نطلب مجددا تفكيك المخابرات، سنفعل ذلك مباشرة. فرنسا الإصلاحات أنتجت ظروفا معيشية قاسية في السودان. بداخل الصحيفة تحت الضوء زين عثمان يكتب التصعيد الهدوء ما يمكن أن يحدث في السودان الانتقال. وتقارير السوداني حماس في السودان مصادرة الممتلكات مقابل التطبيع. وصفحة كوكتيل قال احذر غلطة القبلك، الشاعر مدني النخلي يعبر عن غضبه بنصيحة مغبون. عيسى الحلو شخصية معرض الكتاب الدولي للعام 2021. بصفحة مال وأعمال تراجع الطلب على الدولار بالموازي لإغلاق الشرق، خبراء استئناف الصادر عبر بشائر التزام بالاتفاقيات الدولية. يكتب بكري المدني الشارع الموازي لشارع الحرية والتغيير عبد الحميد عوض دعوة للمراجعة والتراجع. دكتور عبد اللطيف البوني حمدوك ثاني جاب سيرة المبادرة. إلى صحيفة الجريدة تحركات لاحتواء أزمة المكونين المدني والعسكري. المؤتمر السوداني يعلن دعمه للحراك الثوري الخميس المقبل. لجان التفكيك تحذر من استهدافها وتعرض مقر اللجنة للنهب في زالنجان. مع الأحداث عقب تبرع 4 من حلفائه العسكري، هل يطوي صفحة خلافاته مع المدني؟ وتقرير حمدوك يستظل بها على شاطئ الحياد الوثيقة الدستورية، هل تنجح في تجفيف منابع الخلافات؟ وأيضا تقرير صفحة تقارير وللجزيرة خروج القوى الجماهيرية لحراسة لجنة إزالة التمكين دليل على أن جذوة الثورة ما زالت مستمرة. أحداث هذه الصفحة سحب قوات التأمين من لجنة تفكيك الانقلاب على الثورة. بصفحة معاش الناس ارتفاع معدلات الطلب على المحروقات وتمدد الصفوف على محطات الوقود، مخاوف من نفاذ المخزون من الدقيق ومضاربات ترفع أسعار السكر، متعاملون بتجارة العملة يقرون بانهيار السوق السوداء، وسطاء ينشطون في تسريب الدقيق المدعوم للمطاعم الشعبية. يكتب الفاتح جبرة مصارينا تهردت، طه مدثر الكافرون بالتحول الديمقراطي سيصرخون، صباح محمد الحسن ماذا بعد الذي حدث، حيدر احمد خير الله حكام اسمها مدير التلفزيون القومي. وبالاخيره زهير السراج انقلابك ما بيفيدك، حيدر المكاشفي بالدبارة والبصارة لا الرجالة. نذهب إلى صحيفة السوداني الدولية. التعايشي هناك فرصة للخروج من الأزمة السياسية، حمدوك يترأس الاجتماع الدوري بشأن الوضع الأمني بالبلاد. وبصفحة تقارير
جميعهم قالوا طفح الكيل، فهل تفضل الشراكة بين أطراف حكم الانتقال؟ في محاكمة محجوبة التاج، السودان الدولية ترصد التفاعل الكاملة، بل ترصد التفاصيل الكاملة، أدلة واتهامات جديدة. تحقيق بهذه الصفحة، آثار نفسية مدى الحياة، مثول الأطفال بالمحاكم، براءة في مواجهة العدالة. نواصل تقديمنا. الأخيرة، يكتب محجوب عروة، هل صدق المفتش الإنجليزي؟ طاهر المعتصم، جيب عيش. عمر عشاري، وطني أهم من غضبي. إلى صحيفة الوفاق، الطاقة تعلن فتح ميناء بشائر وانتظام عمليات صادر البترول، وبسبب الرسوم انتقال 2000 تلميذ إلى المدارس الحكومية. بالداخل، الشرطة قرار إلغاء سحب القوات من مقر لجنة التفكيك كان بتوجيهات القيادة العليا للدولة. سياسي يمتدح نجاح الوفد الاتحادي في معالجة أزمة شرق السودان. تنمية المعاقين تتطلع لشراكة إعلامية واسعة. أما بصفحة تقارير، خبراء جهات تروج للإشاعات والأكاذيب وإثارة الفوضى في البلاد. الوفاق الاقتصادي، بسبب البيئة السكنية المتردية طلاب يقطنون الحرم الجامعي. صفحاتها صحيفة الوفاق، مقالات، النزاع السوداني الإثيوبي سد النهضة، الخطر الوجودي على السودان. أما بالأخيرة، يكتب محمد قسمسي تفضل المولى، الإخوة الأعداء، حيدر أحمد، ما هكذا يكون العبور يا هؤلاء. صحيفة الحداثة، مناع، لن نعود للوراء مطلقا. أما بالداخل، نسج الخيوط الواهنة، ما الأيادي التي كتبت ودفعت بقائمة 16 إلى العلن؟ وإعفاء المفوض الولائي لتسجيل هيئات الشباب والرياضة بالخرطوم. أولمبية المنتخبات تسلم مهامها بحضور السكرتيرين وغياب بقية الأعضاء. وأخبار وتقارير بهذه الصفحة، مشهد مرتبك، ما موقع رئيس الوزراء من الأزمة السياسية الراهنة؟ وحقول الحداثة، هذه الصفحة، يكتب عمر ذنون، أحلام معاتية في منعطف تاريخي، عيسى الحلو والجدال اشتركان في شخصية معرض الخرطوم الدولي للكتاب هذا العام. ورشة للتخطيط الإبداعي تثمر فتح سينما الفاشر وتقديم عرض فيها. هذه الحداثة، ومنها إلى آخر الصحف قراءة. احتجاز باخرة سماد والمئات من شاحنات البضائع في بور السودان. التيار ليكس تتحصل على خطاب يسمح لمصر بالتوغل في بحيرة النوبة. عم الشهيد محجوب، حرمنا حتى من إقامة سرادق العزاء. بالداخل، تحقيق حبل المشنقة وتعسف القانون، يوثق التحقيق حالات لأربعة أطفال ينتظرون الإعدام. نقلب صفحاتها. بصفحة المنوعات، عيسى السراج يهاتف أسرة الكابلي بأمريكا. ابن سعد يقول، الوالد رغبته شديدة في قضاء بقية عمره بالسودان. تحيا الصحة والعافية للأستاذ الكبير عبد الكريم الكابلي.
يكتب عثمان مرغني بعد الشر، محمد وداع حمدوك تفسير الصراع، دكتور عبد الله علي إبراهيم، قديم خريف ساكن. هكذا نطوي آخر الصحف. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.